السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من كورس ماسترينج فلتر. بهذا الدرس إن شاء الله هنتعرف على وجهة جديدة واللي هي السويتش. السويتش وجهة جدا بسيطة يا شباب، تنكتب بهذا الشكل تمام، وبتقبل خاصيتين جدا مهمين. أول خاصية طبعا هي الفاليو، يعني قيمتها هتكون ترو أو فولز، لأنه هي من نوع بوليان. لو حددنا على الفاليو نلاحظ أنه هو من نوع بوليان، فهو بيقبل ترو أو فولز. أنا حضيف ترو مبدئيا تمام. تاني شيء طبعا حتى تشتغل عندي، لأنه شايفين لسه في خط أحمر، يعني ما رح تشتغل عندي، إذا هو بحاجة لسه باراميتر جدا مهم واللي هو طبعا الأون تشينج تمام، بهذا الشكل. الأون تشينج يا شباب هو عبارة عن فانكشن بتقبل باراميتر داخلها من نوع بوليان. فإذا أنا هعمل فانكشن وداخل هاي الفانكشن هضيف الباراميتر اللي حيكون طبعا من نوع بوليان تمام، بهذا الشكل. لو حددنا على الباراميتر فبنلاحظ انه من نوع بوليان. ليش؟ لانه هي بيكون المتغير داخلها من نوع بوليان. طيب حلو كثير، حنعمل حفظ، حنشوف انه ظهرت عندي السويتش موجوده باليو اي بهذا الشكل ظهرت. طيب حلو كثير، كيف نحن ممكن نستعمل السويتش؟ شو الفائده منها؟ الفائده منها مثلا انت ممكن تطفي الاشعارات، مثلا تخيل انت عندك تطبيق بيصلك اشعارات، انت ازعجتك مثلا ممكن تضيف سويتش عند الضغط عليه مثلا، او عمل ديسيبل لإله توقف وصول الاشعارات لإلك مثلا. طبعا فينك تعمل مليون فكره في القصه، جدا مهمه اكيد انت بتشوفها بتطبيقات كثير. طيب كيف بتشتغل؟ شو هو مبدا العمل؟ اول شيء طبعا احنا اتفقنا انه في خاصيتين مهمين جدا، وهن اهم خاصيتين، الفاليو والاون تشينج. الفاليو هي قيمتها ترو، انا حطيت قيمتها ترو على سبيل المثال، فمثل ما شايفينها هي اكتف حاليا. لو انا عملتها فولس هتصير ان اكتف، بكل بساطه غير فعال تمام. طيب السؤال المهم جدا هون، كيف انا ممكن غير حالتها من فولس لترو او من ترو لفولس، يعني من اكتف لان اكتف والعكس؟ ما انا لما بعمل مثلا هي ان اكتف هيك، لو انا بحاولت اعملها اكتف وشلت ايدي هترجع ان اكتف. طيب ليش؟ كيف نحن ممكن نعمل هذا الشيء؟ اول شيء خلينا نكون متفقين انه انا لما بغير حالتها هتشتغل عندي هي الفانكشن اللي هي اون تشينج. حتى نتاكد من هذا الموضوع هعمل هون برنت، هاطبع اون تشينج بهذا الشكل عشان نتاكد من هذا الموضوع. هاطبع اون تشينج بالاوتبوت. فهلا انا شوفوا اول ما احاول غير حالتها حينطبع عندي الاون تشينج. طبعا هي عم ترجع لحالتها الافتراضيه لان المتغير لازال قيمته فولس، يعني لازالت هي قيمتها فولس. يعني لو انا حاولت غير وخليها ترو، ولكن هي انا اعطيها هون قيمه ثابته فولس، لازم اعطيها متغير من نوع بوليان وليس قيمه تمام. بمعنى لازم اعمل هون متغير بوليان بهذا الشكل، حسميه مثلا انا ستاتس الحاله، خليها تكون ولتكن ترو مثلا تمام. وهذا المتغير اعطيه للسويتش عشان احنا نقدر نغير قيمته. ما احنا اذا عايزين نغير قيمته اكيد احنا لازم نضيف متغير، ما نضيف قيمه جاهزه صح. هلا طبعا ترو، انا هلا لو عايز اعملها فولس بهذا الشكل حترجع ترو. ليش؟ اوكي صحيح اني انا ضفت متغير، ولكن انا ما غيرت قيمه المتغير عند تغيير الحاله. لازم عندي الاون تشينج انا غير قيمه الستاتس من ترو لايش؟ لفولس ببساطه تحت العملية. ولكن السؤال المهم هلأ، لو أنا غيرت الحالة بتاعتها حاليا هل حتتغير ولا لا؟ خلونا نجرب. أول ما نحاول نغير حالتها لفولس حترجع لترو. غريبة، مع إنه عمليا الستاتس تغير قيمتها لفولس وهي عم تاخذ القيمة من الستاتس. طيب ليش ما تغيرت الحالة؟ لأنه يا شباب نحن بحاجة السيت ستيت، عشان نحن اتفقنا اي تغير بيحصل على اليو اي لازم سيت ستيت. فبكل بساطه هعمل سيت ستيت وهضيف داخلها الستاتس بهذا الشكل. هنعمل هوت ستارت بهذا الشكل، واول ما نغير حالتها هتتغير ببساطه عندي، شايفين؟ اتغيرت من دون اي مشاكل. طيب سؤال مهم، هل انا بقدر رجعها لترو؟ يعني ارجع اعملها اكتف؟ بحاول ما بيمشي الحال. ليش؟ لانه انا هون عم مرر له قيمه ثابته فولس، وهذا شيء طبيعي عند التغيير عم ياخذ قيمه فولس، فخلص هو حيثبت على الفولس على الحاله. لا انا ما لازم اعطيه قيمه ثابته، لازم اعطيه القيمه اللي عم غيرها انا. يعني انا مثلا هي فولس عملتها ترو، خلص لازم هذا ياخذ ترو. اذا كان ترو انا عملته فولس فهذا لازم ياخذ فولس. طيب كيف حاعمل هذا الشيء؟ لا تنسوا انه الاون تشينج تعطينا قيمه التغير،
تمام؟ يعني انا مثلا هي فولس، انا عملت ترو، فالاون تشينج خلاص عرفت انه انا اخترت ترو. عشان تفهموا الموضوع اكثر، انا حشيل كل هذا، حشيل الستاتستيت والستاتس كامله، شيلنا منها هلا مبدئيا بس عشان تفهموا الفكره، وحاطبع انا الفاليو المتغير اللي عم تعطينا اياه الاون تشينج، شايفين؟ هذا هو المتغير. انا حاطبع عشان اوضح لكم الفكره، هعمل هيد ستارت، تمام؟ وهلا لاحظوا يا شباب، اول هلا هي طبعا قيمتها الافتراضيه ترو، صح ولا لا؟ اول ما اعملها فولس راح طبع لي فولس. صحيح انه رجع لترو، اوكي هذا شيء طبيعي لانه الفاليو لا زالت ترو وانا ما غيرت الحاله، بس المهم انه هو حاله التغيير عم يطبع لي اياها من خلال هذا المتغير، اذا اوكي جدا الموضوع بسيط، حنرجع الست ستيت وحنمرر بدال الفولس حنمرر القيمه اللي عم غيرها انا. هلا بهذا الشكل بنكون خالصين بشكل نهائي، بنعمل هوت ريستارت عشان نتاكد انه كل شغلنا تمام، وبعدين نعمل نغيرها من ترو لفولس، ونغيرها من فولس لترو من دون اي مشاكل، والقيمه عم ترجع عندي من خلال الفال اللي داخل الفانكشن اون تشينج، اللي هو باراميتر ضمن الفانكشن اون تشينج. هي ببساطه فكره السويتش، جدا بسيطه جدا بسيطه. طبعا في خواص كثير ممكن نتعرف عليها، هناخذ لمحه سريعه عن خواصها، مثل مثلا الاكتف كلر، يعني اللون لما بتكون هي بحاله الاكتف، ممكن اعطيها مثلا انا اللون الاحمر، هي بحالة الأكتيف مثلا لون أحمر، أو ممكن خلينا نقول بحالة الأكتيف لون أخضر مثلا، ممكن نقول مثلا بحالة الإن أكتيف تمام نعطيها اللون الأحمر على سبيل المثال. colors the treat، شايفين أخذت اللون الأحمر بحالة الإن أكتيف، ولكن اللي أخذ اللون الأحمر بحالة الإن أكتيف هي مثل ما شايفين الدائرة الحمراء، ولكن التراك لا زال لونه رمادي، فنحن ايضا ممكن نعطيه لون نتحكم بهذا الموضوع، فينا نقول له الان اكتف التراك كلر يعني المسار بتاعه، شايفين كمان هذا نعطيه اللون الاحمر على سبيل المثال، فمثل ما شايفين صارت بشكل كامل حمراء، وبحاله الاكتف بشكل كامل هي خضراء، تمام بهذا الشكل. طبعا ممكن نقول له الان اكتف مثلا التراك كلر اورانج على سبيل المثال عشان يكون واضح بالنسبه لكم اكثر، شايفين اخذ اللون الاورانج التراك والدائره باللون الاحمر، هي بحاله الاكتف. بحاله الاكتف نفس الموضوع، ممكن اتحكم بالتراك وكل شيء، يعني مثلا اقول له الاكتف تراك على سبيل المثال كلر، اقول له خذ لي اللون الاسود مثلا، شايفين اخذ اللون الاسود بحاله الاكتف التراك، وطبعا حتى يعني كل شيء بيقدر اتحكم فيه بسهوله، ما في اي مشكله. هدول اهم خواص بالنسبه للسويتش كتحديد اللون وكل التفاصيل المهمه. وايضا من الويدجت المهمه جدا عندنا واللي هي سويتش ليست تايل. السويتش ليست تايل بتفرق عن السويتش العاديه بانه هي بتاخذ العرض كامل المتاح لها، يعني انا لو ضغطت هون شايفين حتستجيب معي، بينما بحاله السويتش لو رجعنا مستحيل نعمل كنترول اس، شوفوا ضغط هون ما في اي شيء، ما بتاخذ العرض كامل، لازم تضغط عليها تحديدا بهذا الشكل. بينما السويتش ليست تايل اول شيء، اول اختلاف انه بتاخذ العرض كامل رو كامل، شايفين وين ما ضغطت حتستجيب معي، طبعا اكيد اذا ضغطت هون ما رح تستجيب، بس انا عم بحكي العرض كامل تمام بهذا الشكل. ومن مزاياها المهمه جدا هي ايضا انه فيني اضيف انا تايتل بهذا الشكل، تكست ولتكن مثلا اكتب ستاتس بهذا الشكل، شايفين بهذا الشكل انا عم بقدر اتحكم فيها وين ما ضغطت تمام، ما هي اخذ العرض كامل، تاخذ العرض الكامل، او خلينا كتعريف اصح تاخذ العرض الكامل المتاح. يعني انا لو هاد مثلا داخل كونتينر اكيد ما راح يقدر ياخذ عرض اكبر من عرض الكونتينر، ممكن اعطي الكونتينر مثلا ويدز 500، فهو بهي الحاله حيتقيد. هلا 500 هي اكبر من عرض الموبايل، فهو كانه عم بقول له خذ العرض كامل، لو اعطيته على سبيل المثال 200، شايفين بهذا الشكل هذا هو عرض الكونتينر. ممكن اعطي الكونتينر لون عشان تلاحظوا الموضوع اكثر، كلر، شايفين اعطيت الكونتينر، اعطيت الكونتينر لون، انا ممكن اعطيه لون اوضح جراي بحيث انه ما ياثر على الامور الموجوده داخله، شايفين بهذا الشكل هي اخذت العرض الكامل المتاح اللي بتقدر تاخذه يعني. فانا طالما ضيفها داخل كونتينر واعطي الكونتينر عرض فهي اصبحت مقيده، صح؟ بهذا الشكل بنكون فهمنا فكرة السويتش ليست تايل وفكرة السويتش.
بتمنى يا رب الدرس يكون نال إعجابكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس لصلكم الجديد، والسلام عليكم.